ديال الناس المنظمين ديال هذا المهرجان، يعني نسخه 12 في مهرجان ديال الاحواج ديال الفنون. هذه فرصه ديال التلاقح الثقافي، لانه ماشي غير جمعيات اللي امازيغيه واللي شاركوا، جمعيات من مختلف دول العالم، خاصه مثلا الفرق الافريقيه، وهذا نوع من التعايش ونوع من التسامح، وهذا كذلك غادي يعطي غنى وغادي يعطي اشعاع للمهرجان ديال ورزات. حنا شاركنا بصفتنا جمعيه كتنشط في هذا الشيء ديال احواش والمحافظه على التراث، يعني جمعيه اسليم لتنميه احواش والمحافظه على التراث، يعني تنحاولوا نعطيوا الاصاله للاحواش، يعني خاصه امام هذه التيارات الجديده ديال العلماء، يعني انه كنحاولوا نحافظوا على الاصاله وميم طون تنحاولوا نهضروا على ندخلوا فيها شي حاجه اللي هي ديال المعاصره. كنحاولوا نذكروا او نبداو بالمساق، لان كنشوفوا بان اغلى المساق اللي هو عباره عن ايقاع ديال الاحواش كنبداو به. هذا الايقاع كنلاحظوا بان الاغلبيه ديال الناس او الرواد ديالو كينضطروا، لذلك ان ارتئينا في تقديم اللوحه ديالنا اننا نبداو بالمساق، ولو انه ثقيل شويه الناس اللي ما غاديش يعرفوه، ولكن حاولنا نبداو به على اساس اننا كنحاولوا نرجعوا للتراث، نمشوا في التراث، لان ما كاينش شي حضاره وما كاينش شي امه بلا تاريخ، وهذا هو الايجابي في الثقافه المغربيه، التنوع، يعني الحضاره العربيه، الحضاره الامازيغيه. بدورنا كذلك حاولنا كذلك ندخلوا ما هو وطني، خاصه انه مثلا السبه والزين، حاول انه يذكر لانه احواش عنده ادوار حتى في اطار الحركه الوطنيه، ان احواج كان يعتبر بمثابه نضال ضد الاستعمار. وحنا كنحاولوا اننا نذكروا الاجيال بان الملحمه ديال التاريخ ماشي غير فن، فهو كذلك نضال، فهو تراث، فهو يقدرنا نبداو بانه التشكيله ديال احواج انه كتعبرنا على ما هو تراثي، على الشكل ديال القصور والقصبات ديال المنطقه. لماذا؟ لانه الى شفنا مثلا القصور والقصبات انه على شكل دائري، وهذه الدائره كيكون لها جوج ابواب. حنا استطعنا بانه مثلا الشاف ديال القبيله هو ذاك السيد اللي تينضم، تيتبعوه ذوك الناس الثانيين اللي تيعاونوه الى ان نصل الى الجوار. يعني هذا في حد ذاته ان احواش لوحه فنيه تعبر عن التراث ديال الانسان الواحي والتعامل ديال الانسان الواحي مع المشاكل اليوميه ديالو ومع الهموم ديالو ومع الاكراهات اللي تيعاني منها في جل الميادين. انت تستنى كوني احواش هي كان كوني المساق الاول، المساق متبعه سي حواشين، هي كان كوني لاصلنا حواشنا. سولي في منظم منظمين تكاد ما يقدر نظم كلنا نظم زعما نظم كوني يقدر نظم المساق. لازم تينا اللي عاونا البلاد يرحم ما كاين اللي كان اللي عاونا تمازير اللي سغنان الا كيسنو جدي كيسكرتي خليفين، اللي عاونا تمازير اللي سغنان الا كيسنو جدي كيسكرتي خليفين، اللي عاونا البلاد يرحم ما كاين اللي كان. الدانس ما تسيزركان شاور غناسيف يسي لا خسر كما ديت برا من تيشاف يغير وزرق دي بر من الناس الصالحين ورمي عطول وزرق السلوان نطمزين. السلام عليكم. أحوشت الحمد لله قاوين جمعت عريس فرح بوشي عباد الله كل شيء جمعت فرحان، ولكن الحمد لله ثلاث سليم وليت العبانين ولا ولي جورنين الحلاوه اول الله يجزيكم بخير. كنا ناديش كان تعمر أحوش تقدم الخيرات ذاتين هاد اريد شو ونس احواج هادي سمتي اللي كانت لغاتي الحلانيت فهمت كذا كيما المدن ستي اما ديجمع عليه السلام عليكم اللي عاوني الكاز السلام وتمغارين عزيز نتلعب هاد ودا كنتني هنتلعب نعتسنا اللي عاونا البلاد يرحم ما كيني كان اللي عاونا سمافيت اللي سالنا اللي لاقي شي كرسي خليفين اللعب فلاس لذا كانت حوجتي لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشن مدن لعب المدن فرحا.